السلام عليكم. اليوم رانا في حي الأبيار ببلدية الأبيار، وراح نشوف التهيئات الجديدة على مستوى ساحة كينيدي. فيه أشغال تحت تهيئة جديدة، إذا رانا هنا قريب من الساحة هذه، سوف نقترب من الساحة هذه. وكذلك سوف نتعرف على الحي بصفة عامة، المكان، هذه المنطقة اللي جاية في قلب البلدية تاع الأبيار بأعالي جدا. إذن هنا رانا وصلنا للساحة، الساحة تاع جون كينيدي، جيرالد جون جيرالد فرانكلين كينيدي، جي اف كي. هنا ونروح نشوف بعض التهيئات الجديدة التي تمت في وسط الساحة هنا. هنا نشوف انه فيه اشغال تاع التبليط نتاع الساحة هذه، فيه اشغال. شوف، روح شوف الداخل، روح شوف الداخل، روح شوف الداخل. إذن هنا نشوف أن فيه أشغال جميلة، يعني التصميم تاعها رائع ومخدوم بمكعبات، مكعبات نتاع الرخام، بالرخام. هذا العمل جيد، هذا الساحة هنا جيدة، لكن علاه زادوا هذا البلاصة، علاه زادوا هذا الكيوسك، هذا الكشك، هذا علاه زادوه؟ على هذا الكيوسك فسد كاع الحالة. يا والي ولاية الجزائر، لماذا هذا الكشك؟ تعمل الكشك هذا، علاه ديروا الخسارة هكذا؟ لماذا وقعتم على هذا الكشك اللي جاي هنا بالبني على اليسار؟ هذا تعدي، هذا تعدي على هذه الساحة. والله هذه الممارسات المفروض لا تحدث الآن، هي المفروض حتى وكان موجود من قبل، المفروض هو تنحيه ماشي تحطه. والله مشكل مشكل. إذن هذه هي أشغال، ونزيد. والله هاد الاكستنسيون هذه هي كارثه كارثه، هاد الاكستنسيون كارثه. هذه خدمه تاع شيكور، هاد الاكستنسيون اللي دارها شيكور، شيكور هذايا، هذا الاكستنسيون، هذه الاكستنسيون تاع شيكور. وش
إذن هذه هي التهيئة الجديدة على مستوى سحب كينيدي، ومفروض هذا هنا الحائط هذا الجهة الخارجية كان داروه بالسيراميك، يجي روعة. هذا الحائط كان داروه بالسيراميك، هذا اللون هذا يتوسخ، هذا اللون هذا اللي داروه يتوسخ. سمعنا الأولى يبدأ الوسخ يلصق فيها، وديجا بدأ يتوسخ، بدأ يتوسخ. هذا اللون هذا ما يوالمش هنايا، ربما من الجهة الداخلية ممكن مقبولة، أما من الجهة الخارجية حتى من الجهة الداخلية كان ممكن وضع تغليف بالسيراميك على الأقل نص أو 3 أمتار يكون فيه تغليف بالسيراميك، يجي متناسب مع التغليف نتاع الأرضي. التغليف الأرضي شكل رائع، شكل رائع. التغليف الأرضي داروه روعة، لكن هذيك الكيوسك هذاك اللي داروه زيادة تعمل، الكيوسك هذاك تعمل، هذا الشيكور داروه، لأنه هذا الكيوسك يتنافى مع أبسط القوانين تاع الهندسة المعمارية والتصاميم. يعني ما كاش مهندس بأتم معنى، يعني بأتم معنى الكلمة، يقبل كيوسك في هذا المكان. الكيوسك هذاك المفروض لا محل له من الإعراب، اللي out of place يسموه، هاي بالإنجليزية نقوله out of place. هذا الكيوسك هذا out of place، لا بد من تنحيه، وهذا لازم يتنحى. نعطيله 10 ملايير وينحيه. أنا لو كان جيت الوالي دالجي نخلص أي ثمن، بس عم يقعدش الكيوسك هذا هنا. هذا يبقى كما يقولون يتركهم بأبدانهم لعبرة، هذا عبرة لمن يريد أن يعتبر. هذا الكيوسك هو وسمة عار في وجه المسؤولين. إلى قبلوا الكيوسك هذا معناتها ربي يجيب ساعة الخير. إذن هذه هي الساحة، شوف الجمال تاع الساحة والبناء الرائع، الهندسة المعمارية الرائعة نتاع البنايات حول الساحة، ويجي واحد يخسرها لك، يحط لك كيوسك، وبعد من بعدها يجيب لك طوابل ويجيب لك الزبل ولي بوبال والآخر والآخر والآخر. علاه 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 لماذا علاه علاه هذا الشيء، هذا الخسارة هذه علاه؟ مسمار شحال هذا الكيوسك هذا؟ هو الكيوسك هذا باين من الواضح انه ما كانش موجود، هذا قبل يعني الساحه هذه كانت موجوده قبل الكيوسك، الساحه كانت موجوده. اذن هذا جاء متاخر، جاء متاخر، نورمالمون ما يحطش الكيوسك ديالو تما، يروح البومعطي ويحطو، ما يحطش الكيوسك ديالو تما. هذا الانسان هذا اللي دار الكيوسك تما، مهما كان المستوى ديالو والانتماء تاعو والحكاية ديالو، الحكاية ديالو مع الساحة، المفروض ما يقعدش ثم. وهنا تلاحظ انه التهيئه بلاط بال هذو مربعات الرخام تاع الرخام، هذا هو اللي يسموه الترافيرسان، الترافيرسان هذه المربعات تاع الرخام تمت شكل رائع. هذا هو وهذه فيها 2 سنتيم جيدة، يعني مقارنة بالحجم تاع المربع 2 سنتيم فهي جيدة. فكان المربع يكون كبير 40 على 40 مثلا، لازم الحجم السمك يكون أكثر، لكن هذا السمك مليح، وهذا مربعة حجر طبيعي، وهذه تهيئة جديدة هنا ماشية
شيء جميل، شيء جميل رائع. الحاج في سلسلة ها؟ ايش نعطي؟